المحطة تبقى بسيطة وسهلة. في كذا بوينت أنا عايزة أوصلها. أول حاجة الحياة بتاعت البيتر، أوكي، أنا بشبهها إن هي عاملة زي هيردلز كده، إن هو واحد ماشي في سباق. سامعين صوتي من غير المايك؟ طيب صوتكم صوتكم يا دكاترة. الحياة بتاعت البيتر بتبقى عاملة زي هيردلز، يعني احنا ماشيين في سباق. اول حاجه الولد ممكن يبقى عنده ار دي اس، نديله سيرفاكتس الدنيا تتحسن وتشيله من على الفنتليتر، يروح يديله سبسس. بعد شويه نلاقي عنده بي تي اي ونحاول نقفلها. بعد شويه ممكن يجيله حبه طمانه بيهبل. يعني الحياه بتاعت الكريتور اللي هو الحضانه عماله تفضل ورا فضل ورا فضل، يا اما انا بعرف انط واعرف ان انا اتغلب عليها، يا اما ايه بتقع في هردل معين. اخر هردل بقى بنقف لها احنا كلنا هي الهردل بتاعة الجروث بتاع البيتر. يعني انا لو عندي بيتر الحمد لله عدى كل المراحل اللي فاتت دي، وقفنا ان هو خلاص الدنيا كويسه، سي ار بي نيجاتيف وشلنا الكانيله ووقفنا الانتي بايوتكس، بس ستيل الوزن بتاعه قليل، انا هتعامل معاه ازاي؟ امتى اقول ان الوزن بتاعه ده قليل فانا هديله نيوتريشن كتير خالص؟ وهل في حاجه بالانس ولا لا للبيتر؟ طيب السيرفايفل ريت طبعا ده جدا كبير، وهو ده اللي خلانا ان احنا نبص كتير في الموضوع. طيب اول حاجه الناس درست في الموضوع ده ان هو قالوا ان انا هبص على الانيوترو البيبي كان بيكبر قد ايه، وهعتبر ان الريت اوف جروث بتاع البيبي انيوترو هو ده اللي انا هطبقه على البيبي بوستنيت. تمام؟ ودرس بقى كتير قوي ان احنا النيوترو ممكن يوصل من 10 لغايه 12 جرام بير كي جي بير داي. قالوا ان احنا هنستيك تو ذا فيجر اوف 15 جرام بير كي جي بير داي، ده لو الطفل عندي بيزيد في اليوم، ده كده ادكويت ويت جين بروفايدد ان انا بديله كيلو كالوريز اراوند 120 كيلو كالوريز. طيب دي الفيلوسيتي بتاعه كل طفل على حسب وزنه وعلى حسب الجستيشنال ايج. لو بصينا مع بعض كده ان الطفل عن اللي هو وزنه من كيلو لكيلو ونص بيدبل الويت بتاعه عند 10 اسابيع، لكن الطفل الاكبر منه بنص كيلو بيدبل عند 12 اسبوع. طيب الوزن بقى بيبقى تريبل امتى؟ عند 18 اسبوع الطفل اللي هو الصغير، والاكبر منه عند 16. كده معناه ايه؟ ان الجروث فيلوسيتي الطفل اللي هو عند كيلو كيلو ونص كانت 20 ل 30 جرام بير داي، تمام؟ عند 20 اسبوع which is not the same للطفل الاكبر منه، كانت في الاول 30 لغايه 11 اسبوع، بعد كده نزلت ل 20. يبقى ده معناه ان انا مش هاكسبت الوزن اللي هو عمال بيزيد، اوكي، في كل الاسابيع. لا، المفروض ان هي تبقى عاليه في الاول بعد كده تنزل. طب الاطفال بقى اللي هم ايه جستيشن ايج اكتر 32 وال 34 بيحصل عندهم حاجه كده، بيبقى فيه زي جروث ديلي في اول 3 اسابيع، وبعد كده بيبقى فيه بريسك كاتش اب، يعني بيزيد الوزن بسرعه. دي ستادي اتعملت قسمت كل الاطفال من الاوزان من اول 750 لغايه 2.5. قال للمين ديلي ويت جين فيلوسيتيز كانت بروبورشنت للبيرث ويت. The larger the infant, the greater mean weight gain velocity. With these infants gained practically twice the weight gained by smaller infants. تمام؟ طيب، when clinical progression is efficient، يعني الطفل خلاص ما عندوش أي مشاكل، there is a marked speeding up من أول أسبوع لثاني أسبوع of life، وبعد كده بيبقى gradual increase لغاية السابع الأسبوع السابع، وبعد كده ال weight بيبقى stable. طيب دي مهمة جدا عشان انتربت، يعني الولد بتاعي لو وصل لغاية 7 أسابيع مش هيبقى الويت جين بتاعه زي ما هو كان في الأول عند الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث، وذيس إز نورمال، أنا مش هعمل له أكسلريشن، ده النورمال بتاعه. طيب في بقى سيري، أوكي، طلعت اسمها Developmental Origins of Health and Disease. السيري دي ابتدى فيها دكتور اسمه باركر من أول الـ 1980s. دكتور باركر قال ايه؟ ان هو قعد يدرس في الاطفال اللي بيعملوا كاتش اب، اوكي؟ ومينلي في الفول تيرم، ودرس بعد كده اللونج تيرم اوتكم بتاعهم ان ريليشن للادلتهود بيحصل لهم اوبيزيتي ولا لا، وكارديو باسكولار ديزيز ولا لا. ولقى ان الاطفال دي كلها ايه بيحصل لها ايه؟
obesity كتير جدا cardiovascular disease. وابتدوا يفكروا في الثيري دي، طب انا لو بصيت بقى على الطفل البيتر ده بالعكس ده الكاتشاب اللي بيحصل له بيبقى مور prominent عن الطفل الفولتر، يبقى اكيد هيحصل له مور diseases عن الادلت لايف. والثيري دي بقى يعني تم اثباتها كتير جدا من اول ما ابتدينا نفكر في الابيجينيتكس وان ازاي الانفيرومنتال فاكتورز انتر برايم وبوست ديليفري اثرت على الجينيتك امبرنتنج بتاعي وعملت لي كده ديزيزز بعد كده. طيب في ثيري بقى ثانيه معاكسه ليه؟ الثيري الثانيه تقول لا ده بالعكس ده الطفل البيتر لما هو هيزيد في الوزن بسرعه ده بيدي للفرصه للجسم ان هو يادابت بسرعه فهو هيقدر يقاوم الديزيز اللي ممكن تحصل ليتر اون. طب احنا هنعمل ايه؟ هنخلي الطفل ده يزيد بسرعه ولا هنخليه ماشي ثابت على جروث فيلوسيتي بتاعتنا؟ احسن حاجه ان احنا نميمك الجروث فيلوسيتي. الجروث فيلوسيتي بتاعتي محطوطه بارقام معينه انا دي اللي همشي عليها واي ويل نوت اكسبكسيد، يعني زي ان انا هنا ايه سيبت العصا من النص. دي هنا الصورة بتاعة الثيري ان انا عندي اصلا الانبوتس بتاعتي اللي هو الطفل انفيوتراين ريستريكتد دخل الحضانة وعنده جروث ديلي وبعد كده البوست ليتر انفايرمنت عمل فيه ايه وعند الدشارج حصل ايه وان الابيجينيتكس دي كلها اثرت على الطفل ليتر اون. تمام؟ الجراف دي بتورينا بقى ايه؟ الجروث فيلوسيتي، يعني الجراف اللي هو ال 50 ده اللي هو الطفل اللي هو ايه؟ نورمال، انترا يوتراين اللي هو الداش، وبعد كده بعد ما اتولد. الاخضر ده بقى بالازرق ده الطفل اللي هو البيتر والطفل الاي جي ار، شايفين الجروث فيلوسيتي بتاعته عامله ازاي؟ اتس فيري بريسك. طيب الناتشرال انستيتيوت اوف تشايلد هيلث عملت دراسه ما بين الويت جين في النيكيوس وما بين النيورو ديفلوبمنتال اوتكم وقالت ان الاطفال اللي اقل من 12 اللي هم بيزيدوا اقل من 12 جرام بر كي جي بيبقى عندهم ديفكتس كتيره منها سيريبرال بولسي منها ديلي في البيبي سكيل وفي الديفلوبمنت اوكي وكمان في السبيتش وان الدنيا بتتحسن لما الطفل بيبقى اكتر من 21 جرام بر كي جي بر دي. يبقى احنا ولا عايزين الطفل بتاعنا يبقى ريستريكتد عشان انا خايف ان هو يحصل له ابيجينيتيكال ترانسفورميشن ولا عايزاه يبقى اون ذا اذر سايد. طيب احنا طبعا الاطفال عندنا كلهم ريستريكتورز اوكي بتوع الريترز اللي هي بتاثر على الويت جين وكلهم ريستريكتورز كلنا عارفينها زي الار دي اس والبي دي اي والسبسس والاوليجوهيدراتس. في حاجات ثانيه بقى بتاثر على البيبي كمان اوكي بعد ما يبقى ديسشارج من اهمها اللي هو ماتيرنال اديوكيشن. كتير جدا نخرج الطفل وزنه كويس ادكوت الام المفروض ان هي هترضعه علمناها الرضاعه ويرجع لنا بعد ايه اسبوع خاسس وده عشان الماتيرنال اديوكيشن بتاعي ما كانش كويس. طبعا الديليت انيشيشن اوف فيرست فيد الكاب فيدنج بيقولوا انها بتاخر كتير الويت جين وكمان لو الام دي عندها بريتيرم قبل كده هتبقى ايه ناقصه وتقدر تتعامل مع الطفل. طيب هعمل ايه بقى في الطفل؟ هاكله ازاي؟ انا هتكلم مني على الانترال فيدنج مش هتكلم خالص على الاي في لان انا الطفل بتاعي المفروض ان هو خلاص احنا عدينا كل مراحل الاي في انا بس واقفه عند حته الويت جين. الاسبرين دي ال 2022 ابديت بتاعتها اول حاجه هعمل جروث اسسمنت ازاي؟ كلنا عارفين ان احنا المفروض ان احنا بنقيس الوزن والطول والاوكسيبتال سيركمفرنس تمام واحطها على الشارت وبعد كده لازم افهم ان الجروث بس مش معناها ان انا اقيس بالمازوره وان هي عماله بتزيد لا ده كل الفانكشن بتاعت الجسم بتاعت الطفل عماله بتبقى مور ماتشور. طيب مشكله بقى واجهت بقى كل النيوروتولوجيست فين الشارت؟ الشارت دي مشكله كبيره خالص. ابتدت من اول بريسكل ابتدى ايراوند في الخمسينات ابتدى يشوف البريتربات ووزنهم عمال بيزيد ازاي وكان عنده مشاكل كتيره ان هو كل البريتربات اللي هو بيحطهم على الشارد بيعمل الكونسنسس بتاعه كلهم اصلا ايه؟ ان هيلثي مفيش هيلثي بريتر انا ممكن امسكه واقول ان الجروث فيلوسيتي بتاعته عامله ازاي فانا الطفل
الطفل اللي عندي في الحضانه المفروض يبقى ماشي ازاي. فدي كانت مشكله كبيره جدا. تمام؟ بعد دريسكول بقى طلعت شرطات كتيره جدا، منها الشرطات اللي احنا بنستخدمها اللي هي الفانتل شارتس. طيب في كونسنسس قالت ان الجروث فيلوسيتي بيبقى بيت تعفيف الالتراساوند، وان هي بتبقى برضو ايه الموضوع تشالنجنج، لان ممكن الطفل يبقى اي جي ار ريستريكتد شويه فما اقدرش امشي عليها قوي. طيب ممكن استخدم اللي هي الدبليو اتش او داتا اللي انا قلتها لكم قبل كده، ان الطفل في اول 23 25 اسبوع الجروث فيلوسيتي بتاعته بتبقى من 20 ل 23 جرام بير كي جي بير داي، وكل ما الاكستيشن اتش بيزيد الجروث فيلوسيتي اب تو ان هو لما بيوصل ل 30 34 اسبوع بيبقى من 13 ل 70 ل 17 اسف جرام بير كي جي بير داي. طيب الجروس مونترنج بقى الطفل بتاعي هقول امتى ان هو عنده جروس مونترنج؟ قالوا ان هو لو السنتايل بتاعته اقل من المحطوطه هو ده اللي انا هعتمد عليه. وفي كمان بقى بيبس كتير عارفه قريت فيها ان هو قال لو هو اقل من 12 جرام بير كي جي انكريس في الويت ده اللي هعتبره ان هو عنده جروث فول. طبعا كده عم بيترمي نفس. اوكي؟ طيب في الفيرست 3 تو 4 دايز قال ان اكسبكتد طبعا احنا عندنا يبقى فيه انكريس في الويت وده اكسبكتد خالص، فما تتوقعش ما تزودلوش الانتيك بتاعه هو ده النورمال. وقالوا كمان ان الاطفال سموك في الجستيشنال ايج بيبقى اللوس اوف ويت بتاعهم اقل من الابروبير في الجستيشنال ايج. طيب في ابروبيرتيز الجروث تراجكتري بتاعي دي بقى ايه؟ مشكله ثانيه. احط الطفل على وزنه وهو مولود وهيتابع الكيرف بتاعه ولا استنى شويه؟ في ناس ابتدت على زي ما هو اوكي واكمل عليه ولقى ان هو بيقل. صديق الثانية قالت لا احنا هنكمل على الطفل نزود له في الوزن واحده واحده لغايه لما اشوف الويت بتاعه عند 3 ل 4 اسابيع، واحطه ساعتها على البلوت ده على الشارت ده وهمشي بيه في هذا السنتايل، هو ده السنتايل اللي انا هخليه يزيد في الوزن عادي. طيب يبقى الكونكلوجنز بتاعتي ان بيس اون كارنت ايفيدنس ذا اوبتيمال جروث فيلوسيتي اوبتمايزز اوتكمز ان بيترمز لسه برضه انكلير، واكوردنج تو دبليو اتش او ان يوترو جروث في ذا ويت جين بيسز فروم سايكلي ابوف 20 ات 23 تو 25 ل 10 جرامز بير كي جي ات تيرم ايج. يبقى الريكومنديشنز بتاعتي ان انا لازم اعمل ريجولار جروث مونيتورنج اوف ويت ولانك سيت اوف فرونت سيركمفرنس. المفروض ان هو الويت في الايرلي ممكن اعمله مره يوميا، وبعد كده لما الطفل بيكبر بيبقى مرتين في الاسبوع. اللانك بتاعي والاوكسيت فرونت ممكن تبقى وانس بير ويك. المفروض ان يبقى في اكسبتد 7-10% انكريز في الويت اوكي، وان انا لازم اعتمد ابص على الطفل بتاعي بيزيد في الوزن، المزياده في الوزن دي معاها كمان زياده في الاوكسيت فرونت سيركمفرنس واللانك ولا لا؟ ما ينفعش ان انا اعتمد بس ان هو عمال بيزيد في الوزن وباقي السنتايلز بتاعتي فولدنج، ده معناه ان الطفل بتاعي لا هي از اندر نورشد. تمام؟ طيب دي الجرافس اللي احنا هنقطلكم عليها ودي الفانتوم جراف اللي احنا ممكن نشغلها. طيب نيجي مع الكومبوزيشنز بتاعتي حاجات ايه واحده واحده، انا هقول شورت نوتس عليها هي كتير جدا طبعا بس هقول شورت نوتس على كل واحده. اول حاجه الووتر، احنا عارفين ان الووتر ده هي اللي بتمينتين الهوميوستاسيس بتاعت الجسم كله، هي اللي بيدوب فيها النيوترينتس اللي هي بيحصل لها ابسوربشن. تمام؟ طيب في عندي بقى دبيت او مش دبيت يعني كفتين. اول كفه الطفل بتاعي محتاج ووتر قد ايه عشان يمينتين الهوميوستاسيس بتاعي؟ تمام؟ وده بيبقى اراوند 135 مللي بير كي جي بير دي. تمام؟ الكفه الثانيه بقى ان انا لو بدي طفل انترال فيدز اوكي عشان اوصله للكالوريز اللي انا عايزه اديها له بضطر ان انا ارفع الفوليوم كتير جدا. تمام؟ فممكن نوصل لغايه 180 سي سي بير كي جي. طب انا هعمل في الريكومنديشن بتاعتهم بقى قالوا حاجه حلوه ان انا في الاول هخلي الانتاج بتاعي من 150 لغايه 180 وابتدي اشوف الجروث فيلوسيتي بتاعه اخباره ايه. لو الجروث فيلوسيتي بتاعي بيزيد اللي هي ال 20 جرام بير كي جي بير داي ساعتها هبتدي اقلل الفوليوم بتاعي واحده واحده اوكي لغايه لما اوصلها لل 135 وبرده هعمل مونيتور. هو
الولد متظبط بيزيد الكميات اللي انا عايزاها على 135 هكيب ات لايك ذس. تمام؟ بعد قد ايه؟ بعد 3-4 اسابيع مش بالاول. وضحت النقطه دي. احنا دلوقتي انا بتكلم على طفل خلاص احنا عدينا كل ايه الحواجز، احنا الطفل خلاص كده. دي كده ريكومنديشنز ان انا في الاول ممكن اوصل ل 150 ل 180، ممكن انزل بعديها تاني ل 135. في اطفال بقى بريترن يونيتس بقى بيبقوا صغنططين خالص، ممكن اوصل بيهم ل 200، بس بروفايدد ان انا ولا عملت له تشالنج على الكيدنيز بتاعته ولا على الهوميوستاسيس على السيركيليشن بتاعه. طيب نيجي بقى المهم، حته مهمه جدا، انرجي. هديله كيلو كالوريز قد ايه؟ طبعا احنا كنا عايزين ايه؟ ندي كالوريز كتير، الولد يدخل ويخرج من الحضانه، ده هدفنا. لا هما ما قالوش، قالوا الانرجي الاول دي بتتقسم لايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه الريستنج انرجي، الريستنج انرجي دي اللي هي بتاعت البودي سيستمز بتاعت الاسبيريشن القلب، دي انرجي ثابته وبتبقى اراوند 30 ل 60 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. حلو؟ طيب في انرجي ثانيه ريكويرمنتس عشان يتحرك بقى، فيزيكال اكتيفيتي هو بيعمل، وفي انرجي رايحه للثيرموجينيسيس عشان مينتين التمبرتشر بتاعه، وفي بقى انرجي بقى اللي هي ايه اللي احنا عايزينها اللي هي بتاعت ايه؟ تيشو ديبوزيشن والجروث. هم عملوا حسبتهم دي مكتوب هنا، وصلوا بقى ان احنا المفروض نوصل الكيلو كالوريز بتاعت البيبي من 150 ل 115 ل 160 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. طبعا هم كمان مزودين حوالي 15% عشان الانرجي لوست ديورنج ديفيكيشن اوكي والاذر يورينيشن والكلام ده. طيب الكالوريز بتاعتي دي هديها ازاي؟ كلها كربوهيدراتس؟ قال لا، الطفل ده المفروض ان هو ياخد بروتين، وانا المفروض ان انا ايه ابني الجسم بتاع البيبي، يبقى لازم اديله ادكوت بروتين لانرجي اوكي عشان احسن له الاوبتيمم جروث بتاعه. طيب ايه الريشيو المحترمه بقى اللي احنا المفروض نمشي عليها اللي هي 2.8 ل 3.6 جرام لكل 100 كيلو كالوري بديها للطفل ده؟ لو انا مينتين الريشيو دي مظبوط الطفل فعلا هيزيد في الوزن. طيب دي كده الريكومنديشنز، قلنا ان احنا الكيلو كالوريز بتاعتنا 115 140، وحته بقى حطينا بقى حلوه قوي ان احنا اي شود نوت اكسيد 160. ساعات بنبتدي ايه نزود سبيشلي في البيبي اللي هو ال 200 اللي احنا بنديله 200 ام ال بير كي جي، واقول يا خلاص مش مشكله ما انا بديله كالوريز المفروض ايه يزيد في الوزن بزياده. لا المفروض اي شود نوت اكسيد ال 160 لان ده هيزود لي اصلا في الميتابوليك بروسيس، هيخلي الطفل يخس مش ان هو يزيد. يا جماعه احنا بنتكلم على طفل ما عندوش اشكالات. ايوه بنتكلم على طفل ما عندوش اشكالات، يعني خلاص هو عندي بيكبر، خلص الريسبيراتوري ديستريس، ما عندوش سبسس، ما ينطبقش على كل الاطفال. طفل اللي عنده برونكو بالمونال ديسبليزي ما ينطبقش عليه الكلام ده، علشان كل رايز في الريسبيراتوري ريت از اسوشيتد وذ انكريز اوف انرجي اكسبندشر ومحتاج زياده. انا بتكلم على هيلثي ثرايفنج بيبي مستني اللي انا اكبره علشان يخرج، ما عندوش سبسس، ما عندوش ميتابوليك بروبلم، ما عندوش ريسبيراتوري بروبلم، ما عندوش هارت فيلير، عشان الهارت فيلير دي انرجي كونسيومينج. ماشي خلاص. انا زي ما قلت لكم كده ان هو الطفل بتاعي اللي انا بشرح عليه ده هياخد انترال انتيك وانا مش هحطله هانيلا، يعني الطفل ده قاعد في الحضانه جاست بكبره علشان يوصل لاديكويت ويت فور ديسشارج، ما عندوش اشكالات. بالنسبه بقى للبروتين، احنا فهمنا ان البروتين ده هو اللي هيبني الطفل صح، وانه في امينو اسيدز اسينشال وامينو اسيدز نون اسينشال. في ستادي بقى عملتها حلوه قوي، قالت خلاص ما دام الطفل ده محتاج بروتين ما زود الكونسنتريشن بتاع البروتين اللي انا بديه للكميه اوكي الهاي بروتين انتيك في الدايت بتاعه، واشوف فعلا ان الطفل ده هيزيد في الوزن ولا لا. فالصادي دي اتعملت ولقيت ان بالعكس الطفل ده انا اديته بروتين كتير خالص لكن هو ما زادش في الوزن، ما كانش في فرق فظيع، لكن الكميه اليوريا اللي بتطلع من البريك داون بتاع البروتين كانت عاليه بكتير اباف كدني لو بالظبط كده اباف الرينال
فانكشنز بتاعته، فانا دخلت في مشكله اكتر ما حسيت. فيبقى انا البروتين بتاعتي المفروض تبقى اقل. طيب في كمان قاعد يفكروا ان انا ممكن الطفل ده احط له مثلا امينو اسيد زياده زي الجلوتامين الارجينين والتورين عشان البرين ديفلوبمنت، وقالوا ان الستاديز مش مؤكده لغايه دلوقتي هل فعلا ممكن ازودها فيحسن الطفل ولا لا. تمام، يبقى اهم حاجه انا مش هدي للطفل هاي بروتين دايت، هديله من 3.5 ل 4 جرام بروتين بير كي جي بير دي. تمام، وان لازم ديورنج الانتاج بتاع البروتين بتاعي امونيتور اليوريا ات ريجولار انترفلز. طيب لو انا بمونيتور اليوريا وبعد كده لقيت اليوريا بتاعتي قليله، يبقى انا مسموح لي ان انا ازود الانتاج بتاع البروتين ل 4.5 جرام بير كي جي. لكن لو انا لقيت ان اليوريا بتاعتي عماله بتقل، يبقى الطفل ده مش مستحمل البروتين اللي انا بديه له، انا المفروض ان انا انزل بيها شويه زيت. طيب مش ناس في لو انا معتمد على ماتيرنال ميلك، لو اول ماتيرنال ميلك خلوها على جنب، اول ماتيرنال ميلك علشان ماتيرنال ميلك غير اي ماتيرنال ميلك. انا طفل عندي وعايز انا اديله ماتيرنال ميلك وانا اوبسس بالامبورتنس اوف ماتيرنال ميلك، وده بريترم بيبي، والامه قالت لك انا ما عنديش لبن بس اختي بترضع وطفلها سنه 4 شهور، ينفع؟ ينفع، بس لبنها مش اديكويت للتغذيه، فلازم اعمل فورتيفيكيشن. بره عملوا حاجه اللي اسمها الاكارت فورتيفيكيشن. يعني ايه الاكارت فورتيفيكيشن؟ انا مش في حتت سوفيستيكيتد بيقيس البروتين كونتنت بتاع كل عينه لبن ويعمل لها موديفيكيشن، ودي تكلفتها اسطوريه. لكن عملوا الاكارت فورتيفيكيشن بناء على اللي بتقوله الدكتوره مريم دلوقتي. يعني ايه الاكارت فورتيفيكيشن؟ بيبتدي يحط الفورتيفاير ويشوف البلاد يوريا نيتروجين تارجتنج ان يبقى ما بين 9 ل 14، خلاص عمال يزود الفورتيفاير ويشوف البلاد يوريا نيتروجين، لقى البلاد يوريا نيتروجين تحت 9 عمال يزود في الفورتيفاير، عدت ال 14 دخلت في رينال سوليوت لود وهيبقى ديليتيريوس افكت. يبقى ده الكونسبت اللي ورا ال الالاكارت فورتيفيكيشن فور دونيتد هيومن ميلك. لو دونيتد هيومن ميلك مش عارف البروتين كونتنت اللي فيه، يبقى زود البروتين كونتنت اللي فيه وجايد زي ما بتقول الدكتوره مريم، يبقى جايدد باليوريا، الجايد بتاعك يوريا. از هي توليريتنج ولا هو اوفرولند وعليه بردن كتير؟ هعرفها بالبلاد يوريا نيتروجين والاكسبتد رينج من 9 ل 14. اقل من 9 محتاج فيرزر فورتيفيكيشن، اكتر من 14 يبقى انا بعمل بردن على طول. ما هو اصل اول ما تردن الملك انا مقتنع انه ده حاجه اللبن متفصل على حسب البيبي، ده تفصيل رباني على حسب البيبي ده. مش في ستات بتشتغل كتير يا فندم؟ في ستات بتشتغل كتير ومش اجهزه فاضله. ممكن نعمل ميكشر الاثنين، ياخد لبن ام وياخد لبن ارتفيشال. ممكن نعمل فورتيفيكيشن في بعض الاحيان لو مش لاحق او مش جايبه لي اديكوت ملك ليها. دي تبقى جايبه برضه باليوريا يا فندم؟ جايدد باليوريا برضه. الطفل مع امه اللي بره ولا عندي؟ لا بره. مش هبقى جايدد باليوريا، صعب ان انا احلل له كل شويه، بروبلي هبقى جايدد بالويت جين بتاعه. لو لقيت اكسسيف ويت جين ولا ايه ده ديكوت ويت جين. ممكن ابقى اخد كروس سكشن كده شورت ابقى اشوف مره اليوريا مفيش مال. نيجي على الليبتس. اوكي الليبتس دي بتديني 50% من الالرجي اوكي اللي المفروض انها توصل للطفل. في بقى دراسات كتير قوي عارف بقى تدرس بالكومبوزيشن اوف الليبتس نفسها. هعمل ايه؟ اول حاجه قالوا ان مفيش انف داتا ان انا ازود في اللينوليك اسيد او الميديم تشين تريجلسرايدز، لكن الدي اتش اي سبلمنتيشن دي بتحسن الاكسلريشن ريت بتاع الجروث بتاعتي. كمان ان هو حاطين الدي اتش اي الانتاج المفروض تبقى من 30 ل 65 ملي جرام في الكي جي في الدي. اوكي والاي ار اي للدي اتش اي ريشيو تبقى من نص ل 2.5، ولازم كمان احط البي بي اي.
كومبوزيشنز اوكي اللي كل حاجه المفروض ان انا ازودها عشان امينتين الفات كومبوزيشن بتاعي الاول. نيجي على الكربوهيدرات، اي طفل هحط له كربوهيدرات كتير احط له بقى جلوكوز، وانا عايز الطفل ده يكبر اوكي عايز يتخن، والكربوهيدرات ايزي، وان انا هحط للطفل ده اديله اللبن بتاعه ازوده له هيتحسن. لا انا دايما في الكربوهيدرات اديشن لازم اخد بالي ان الطفل ده بيزيد في الوزن وبيزيد في الطول وبيزيد في الاوكسيتو فرونتال سيركمفرنس، لو الثلاثه دول قد كنت خلاص. لكن لو هو عمال بيزيد في الوزن بس وراسه مش بتزيد او طوله مش بيزيد يبقى انا عندي مشكله. وعاده بيبقى الطفل ده ادينا له كربوهيدرات زياده، زي ما ساعات نحط مثلا جوكال على الرضع بتاعت البيبي صح، او نحط للبيبي مثلا سيريال، يا اما رايس سيريال يا اما هم كاتبين بره بيحطوا اوت ميل تمام عشان يزودوا الكالوريز بتاعت البيت. لا دي مش كويسه لو انا مش قادر طيب يبقى الريكومنديشنز بتاعتي ان هو برضو مفيش داتا جديده تقول ان اكسكلوسيف انتيك مع الانكريزنج كاربوهيدرات هتحسن البروتين الداخلي، وان الاوبزرفيشنال داتا سجست ذات كاربوهيدرات given as 45 human milk and other intake ranges is safe and improves in hospital weight. يعني انا لما بحط الكربوهيدرات اللي هو ال 45 breast milk بيبقى safe للبيبي، وكمان الفيتر انفنت فورمولا ميد لي lower carb intake and infant fed formula من ال طيب المفروض بقى ان الفيتر انفنت كربوهيدرات انتيك المفروض بيبقى 11 15 جرام في الكي جي في الدي. الحتة بقى مهمة قوي بالنسبة للكربوهيدرات دي ان انا بلعب في الايه في الجلوكوز بتاع الطفل، لازم اخد بالي كويس قوي ان الطفل ولا يجيله هايبوجلايسيميا ولا يجيله هايبرجلايسيميا من الجلوكوز الكتير ان انا عمالة اديه تمام. نيجي بقى على الصوديوم، الصوديوم ده بقى ايه الكترولايت مهم جدا. الصوديوم بلس هو الميجر كاتاين اللي موجود في السيلز بتاعتنا وهو بيمينتين السيل ممبرين بتاعتنا. طيب الاطفال بقى المفروض ان انا امينتين الصوديوم لود بتاعه يبقى ادكوت، لان انا لو السيل ممبرين بتاعتي افكتيف اوكي يبقى هيحصل لي ابزوربشن وهيزيد في الوزن كويس. طيب الريكومنديشنز بتاعتي بقى عباره عن ايه؟ ان انا هدي للطفل ده صوديوم انتاج من 3 ل 8 ملي مول او ملي اكوبلنت يعني بير كي جي بير دي. والطفل اللي انا هديله بقى انا شايفه عماله بعمله مونيتورنج واحتاج ان انا اديله انرجي بروتين اعلى لازم ازود له الصوديوم انتاج بتاعه لان ده هيحسن الابزوربشن بتاعه. طيب حته ثانيه بقى ان احنا كتير ساعات بنعمل ايه، الطفل مش بيزيد في الوزن اوكي بروح مزود له ايه صوديوم على الرضعات صح ولا لا، لقيتها مكتوبه اوكي فعلا هو برضه بيزودوا برضه صوديوم على الرضعات، بس بيقولوا بقى ان المشكله في الموضوع ده ان انا بزود الاوزمولاريتي بتاعه الرضعه فده هياثر على الجي اي تي هيعمل مشاكل اصلا في الستمر اوكي وعلى الابزوربشن بتاعي. فلازم اخد بالي كويس قوي ان الصوديوم اللي انا هزوده على الرضعات بتاعته يبقى متقسم على اليوم كله ومتاخد على ادكويت فوليوم تمام عشان ما يزودليش الاوزمولاريتي. سيرم صوديوم از ا بور انديكيتور اوف توتال بودي سولت، ما حدش يقول لي انه الصوديوم بتاعه واطي، السيرم صوديوم واطي، سيرم صوديوم واطي يعني توتال اكسس. الانديكيتور بتاع التوتال بودي صوديوم از يورينري صوديوم مش سيرم صوديوم، provided انك ما بتديهوش دايوريتك، اول ما تديله دايوريتك يبقى بي صوديوم ديبليتد واليورينري صوديوم هيبقى عالي خالص. فالاوبتيمم صوديوم في الجسم هو الصوديوم اللي يحقق يورينري صوديوم ما بين 15 و40 ملي اكويفالنت بير لتر خلاص، provided العيان ما بياخدش دايوريتك. خلوا بالكم من النقطة، سيرم صوديوم لوحده سيرم صوديوم is not an indicator of total body sodium. It is an indicator of total body water مش صوديوم ماشي. حتى في الكربوهيدرات محدش يقول انه الكربوهيدرات عايز ازود الكربوهيدرات
بتزود حاجة اسمها non-fat free mass. non-fat free mass يعني بزود الفات في الجسم مش كل الجسم. اما الدكتورة مريم قالت لك لازم تقيس الواي والهيلث كونفرنس واللانس، خلي بالك في حكمة في كل واحدة من دول. الهيلث كونفرنس it is an indicator of general growth كويس خالص، بس brain growth اهم حاجة. brain growth ما تنساش ان البرين 70% منه ليبيد، 70% منه ليبيد، فلو ما اديتش ليبيد كويس اديكوت البرين جروث مش هيبقى كويس. الطول it is major indicator of protein intake، اما هتدي البروتين كويس هيطول كويس. خلاص يبقى الثلاثه are more or less indicator انت بتدي adequate nutrition كربوهيدرات وفات والبروتين كونتنت بتاع الكربوهيدرات. اللاكتوز is essential، اللاكتوز is essential. كان زمان بيقول لك الاشكالات اللاكتوز، دلوقتي في حلول لاشكالات اللاكتوز خلاص، بس اللاكتوز is essential علشان الجالاكتوز بتاع اللاكتوز مش بس بيساعد على بناء الجسم، بيساعد for brain development في غايه في الاهميه. علشان كده الترند ان يشيل اللاكتوز ويستبدله بحاجه تانية مش مستحب. طب النيورون لازم على مدار 24 ساعه كلها؟ فندم؟ عشان لازم يبقى على مدار 24 ساعه علشان عندي diurnal variation of sodium excretion. الطفل الموجود عندي لا طبعا مش هرتب له كاستر، حط لي يورين باك ازاقيها عد بس اوكي. زي ما قلنا الصوديوم هو الميجر بوزيتيف ايون، العكس بقى هو الكلورايد اللي هو الميجر نيجاتيف ايون. والكلورايد ده بيعاكس الصوديوم مع البوتاسيوم، وده اللي بيمينتين ان احنا نيوترال، ان احنا مش ماشيين بالكهرب في الناس. اوكي طيب الكلورايد انتيك ده بتاعي المفروض ان انا اهتم بيه كويس جدا عشان امينتين النورمال هيموستاسيس بتاع الطفل. طيب الريكومنديشن بتاعتي بقى ايه؟ انا ادي للطفل كلورايد سوري من 3 ل 8 ملي مول بير كي جي بير داي. وان انا اخد بالي بقى ان انا يعني ات سيمز لوجيك ان انا اي طفل المفروض ان انا بدي له صوديوم بوتاسيوم ابقى الكلورايد بتاعي قدهم. لا قالوا لا احنا المفروض نبقى ننزل اقل شويه، لان انا ما بعمله قدهم بيدخل الاطفال في ميتابوليك اسيدوسس وانزل الكلورايد بتاعي شويه. طيب الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم طبعا دول كلهم مهمين، والمهم بالنسبه لهم ان هم كلهم بيمنتين الايه البون جروث بتاعي. تمام فانا لازم يبقى في ادكوت بالانس بين الكالسيوم والفوسفورس. والفوسفورس ده مش مهم بس عشان البون بتاعي، لا ده بيخش في كذا حاجه ثانيه زي الاي تي بي والحاجات دي كلها. فالفوسفورس لوحده ده مهم قوي، لازم اهتم بالكونسنتريشن بتاعه. طيب الريكومنديشن بتاعتهم ايه؟ ان هو لما انا بحط الفورتيفيكيشن للهيومن ميلك لازم يبقى فيه فوسفات فولد باي ذا انتدكشن اوف مالتيبل كومبوننت ريسبيت فورتيفايز تو اوبتمايز بون ميتابول اوتكمز. الكالسيوم انتاج يبقى من 3 ل 5 ملي مول بير كي جي بير داي، فوسفورس يبقى 2.2 ل 3.7. اوكي وان المولر كالسيوم تو فوسفيت ريشيو تو انشور ادكوت كالسيوم ريتنشن از اقل من 1.2. في تيرمز بقى اللي هم فاد ارتفيشال ميلك ماي ريكواير هاير ميلر انتيكس ان دوز اللي هم بياخدوا فورتيفايرز، ولازم اعمل ريجولر شاكينج للفوسفورس والكالسيوم بتاعي عشان اتاكد ان انا اللي بديهم دول ايه ادق. طيب الفيس اليمنتس اوكي من اهمهم الايرون. طبعا الايرون الديلي ريكويرمنتس بتاعتي بيبقى من 2 ل 3 ملي جرام بير كي جي. اوكي والانفنتس اللي انا اوريدي ابتديت ان هم عندهم انيميا وابتديت لهم الكتروبوتين، لازم ازود الدوز بتاع الايرون اللي هم بياخدوه، ممكن اوصل لغايه 6 ملي جرام بير كي جي بير داي. طيب همونتر الايرون ازاي؟ هعمل هاخد سيرم ايرون؟ لا هعتمد على الفلاتين، وده اللي بتابع بيه الطفل وببتدي ان انا اتابع بعد 3 ل 4 اسابيع. لو الفلاتين بتاعه قليل اوكي هبتدي ان انا ازود الايرون انتيك بتاع البيبي.
ولو هو عالي لا هبتدي اشوف بقى اذا كان هو فعلا عالي عشان انا بدي له ايرون ولا هو عنده اذر كوزز اللي بتعاني فيريتين زي انفلاميشن وهكذا. تمام. طيب all infants preterm should receive iron rich complementary food لغايه 6 شهور. اوكي. والحاجات بقى اللي زي الدكتوره غدا قالت ان الدريت فود كامله بتحسن اصلا الايرون كومبوزيشن بتاعته. ازاي؟ افتكر الدكتور كريم اتكلم عن الزنك النهارده بما فيه الكفايه. هو الزنك طبعا من الاسينشال تريس اليمنتس، والمفروض ان الاكل الانتاج بتاع الزنك بيبقى من 2 لـ 2.25 ملي جرام بير كي جي بير داي، ممكن اوصل لغايه 3 ملي جرام في الاكستريملي بريتر. مكتوب بقى ان هو الاكستريملي بريتر لو انا ما اديتوش الزنك ده او اعلى شويه هيدخله في الاكل دورماتايتس انتيروباثيكا زي ما حصلت مع الحاله اللي احنا ايه اتناقشنا فيها. بس احنا عايزين بقى نقول نقبلنا الحاجه ان البري بريتر انفنت كان ديفلوب سيمتوماتيك زنك ديفيشنسي زي اكل دورماتايتس انتيروباثيكا بور جروث، وممكن كمان الاطفال دي لو عندهم انتروست او افتر اي سي سيرجري سوري يبقى كمان الموضوع اجريفيتد، فلازم اخد بالي كويس قوي من الزنك كونتنت في الاكل اللي انا بديه. يبقى المفروض ان انا هدي من 2 ل 3 ملي جرام في الكي جي بير داي، ولازم اقيس السيرم زنك. اوكي. الترم عشان نشوف ان انا بدي ده ادكوت ولا. تمام. ونخلي بالنا قوي ان السيلينيوم لو قل بيعمل سيبس. اوكي. فالسيلينيوم نفسه ده مهم جدا. المنجنيز من 1 ل 15، ايودين من 11 ل 15، الكروميوم والمولبدر كل حاجه ليها مقاس. طيب انا هاخد بالي من كل الحاجات دي. المفروض ان انا الطفل لما بياخد الماتيرنال اومن انا مش هجست همونيتور. اوكي. الطفل بيزيد معايا في الوزن وبيزيد في السنتايلز في السيتو فرونت والنايت ولا لا، لكن الطفل بقى اللي انا يا اما بديله فورتيفايد بريست ميلك اذا كان دونر او بديله ارتفيشال، هو ده لازم اخد بالي كويس قوي من ان اللبن اللي انا بديه ماشي على ريكومنديشنز. وهو يعني معظم طبعا الارتفيشال ميلك بيبقوا ماشيين على الحاجات. طيب الفات سوليبل فيتامين، الفيتامين ايه بقى عليه حته كونتروفيرشال شويه. الفيتامين ايه احنا عارفين ان هو بيبقى فيري امبورتنت عشان الديفلوبمنت اوف برونكوبالمونري ديستيزيا، وان انا المفروض اديله في فيري هاي دوزز عشان احسن اللانكوبلاس. لقيت مكتوب بقى ان الاسبجن 2023 قال ان الداتا ان انا ادي فيري هاي دوز فيتامين ايه مع البرونكوبالمونري ديستيزيا لسه مش اكيده 100%، وان احنا مش بنعمل ريكومنديشن ان ادي اللي هو ايه 15 5000 انترناشونال يونت بير داي، وان دي مش لسه حاجه